المدنية نتكلم عن حاجة اسمها الدستور، لأننا نحن كلنا أبناء الشعب السوداني. خليك من أنه ياخي من شرطة عسكرية، إن كان جيش وإن كان شرطة وإن كان كلنا مواطنين سودانيين، نمتاز وفقا للمدنية وفقا للقانون وفقا للدستور. ما في زول بعيد للقانون، ما في زول فوق للقانون. وبجد لأنه أنا هنا سنين بأنه يا أخي في أيادي، إن كان أيادي خفية هي قاعدة تحرك الحراك وفقا للعملية بتاعت الخراب. لا دي ما تنسيقية تجاه المقاومة ولا ما أي تنسيقية قاعدة تقوم بعملية. فنينا حاجة اسمها الثورة. الثورة دي زي ما قال في عملية بتاعت مكاشفة. وأنا هنا ما قاعدين نخاف من حاجة اسمها الموت. ممكن يدوك طلقة، لكن في 1000 نفر ممكن بكرة بكرة يجي. بجد هو الحقيقة يعني كل الأجهزة، إن كان الأجهزة الشرطية والأجهزة الأمنية، حتى إن كان قيد اللواء 61 مشاة، هو يعرف تماما بأنه يا أخي الخط الثوري هو قاعد يكون ماشي في مدينة كاس، قاعد يكون بجوز عليها ما دعات بتاعت أنف ولا دعات بتاعت تخريب ولا دعات بتاعت جهوية ولا دعات بتاعت قبلية. أما الأول والأخير بأنه يا أخي دارين نأسس عملية بتاعت عقد اجتماعي يشيل لنا هنا كلنا أبناء البلد. نتكلم عن احداث قبيله فلان ولا قبيله فلان ولا قاعد يكون في شنو، لانه احنا لما نجي نتكلم عن لجان مقاومه ما عندنا جسم سياسي ولا بانه يحمنا بانه ياخذ مكاتب سياسيه ولا اي حاجه، لكن همنا الاول والاخير هو بيتركز في المواطن المقلوب على امري. بجد يعني اللي تحال بانه ياخذ ممكن يوصل للشارع وان كان الجهات التنفيذيه وكل السلطات الموجوده في محليه كاس. وبجد اول بالاول كتنسيقيه لجان المقاومه وفقا لثوره ديسمبر المجيد على حسب الامل الدؤوب والحراك الدؤوب وفقا للافراقات اللي قاعد تكون تحصل. وبجد الليله كم جينا بانه قاعد نشيل في شكليه الحاجه اللي حصلت في مدينه كاس، وزي ما قال هو قاعد حاجه تكون مخطط على مخطط على قاعد تكون من وين؟ من احدى شنو؟ الجهات ان كانت جهات البايده، لانه لما نتكلم عن النظام البايد هو نظام سقط كراس، لكن في نظام زي ما قال في اي ايادي خفيه. الايادي الخفيه دي من اجلها بانه يقدر تعجج عمليه بتاع الصراع وشغل زي ما قال تنجر له انه يا اخي شنو وفقا لانه يا اخي شنو يقول لك الاولى المدنيين هم فشلوا، يا اخي ثوره ديسمبر ممكن فشلت، لكن ثوره ديسمبر ما تفشل ما دام انه في لجان مقاومه ما تفشل، لانه دي الاين الصاهيه والاين الحريصه بانه يا اخي وفقا للحقوق. وبجد عليها لما نتكلم عن الحقوق بكل الجوانب ان كان جوانب قانونيه هي قاعد تكون حاجات مشروعه. عليها لما نتكلمنا على الوضع الامني وقبل ما يحصل العمليات اللي قاعده تحصل عليها في تنسيقيه لجان المقاومه زي ما قالوا نحمل بانه ياخذ شغل حدث بانه ياخذ مدينه كاس، حتى ان كانت الجهات الموجوده في مدينه كاس اللجنه الامنيه هي الموجوده هي قاعده تكون هي زي ما قال قاعده تتخاص تماما من عملها زي وفقا لانه ياخذ الحاجات اللي قاعده تجيها. لانه تنسيقيه لجان المقاومه قاعدين نقدم خطابات، الخطابات دي ان كانت الجهات الموجوده هنا في مدينه كاس حتى ان كان شنو وصلنا الولايه اكثر من كم من خطاب، لانه لكل الجهات الامنيه وان كانت الجهات التنفيذيه يكونوا هم حريصين لحاجه شنو امن وسلم.